ازيكم يا سنة تانية؟ ايه الأخبار؟ معاكم المرحومة إسراء ياسر. لأن أنا صوتي ده يلا المهم دولي بالشفاء يعني، علشان أنا بموت، ودي رابع مرة أعيد تسجيل المحاضرة. ماشي، ف أنا عارفة انتوا عندكم امتحان فأنا هخلصها بسرعة. طب أنا كنت شارحة فيديو ساعة اوريدي وبشرح بالتفصيل، وكان في والله جنيهات استرليني، وكان في ستيكرز الهاري بوتر هيتوزع عليكم، بس كده الموضوع باظ خلاص يعني. المهم خلينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه في المحاضرة دي. هقول لكم الأسئلة اللي جاية يعني، ودي الحاجات اللي الدكتور أكدت عليها. والدفعات الأكبر منكم اللي كانوا بيسمعوني شرح، كنت أنا أصلا بعيدا عن الحاجات اللي الدكتور بتقولها كنت بقول أسئلة وهي كانت فعلا بتيجي يعني، my predictions. فيلا مع بعض بقى. المهم كنت هنا بقول لكم how the normal becomes abnormal, this is pathology. وكنت بقول لكم هنا إن خلاص الجلوميرولاي دي أخدناها، إن هناخد هنا التبيول بالانترستيشن اللي حواليه بياخد فيه، ولازم نعرف الهيستولوجي. التيبيول متبطنه بسنجل لاير. طب ايه فايده كلمه سنجل لاير؟ معناه ان السنجل لاير دي لا مؤاخذه ايه ضعيفه وبتقع بسرعه. طب يلا اللي بعده. يلا الحمد لله الحاجات دي باظت، مش مكتوبه لكم يا ولاد. العملي ما ننساش ندعي لزمايلنا الله ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. المهم ده اكزام كويستشن، شايفين التيبل الجميل ده اهو، هيقول لك منشن ذا تايبس، اتنين بلا حرف الاي واتنين توكسين بيجمنتس وتوكسين. ايه بقى الاسكيميك؟ يعني ايه اكيوت تيبيولار نيكروزز اصلا؟ هنحفظ بقى 3 4 سطور ديفينيشن. لا مش نظامنا. اكيوت يعني حاجه صادم، صادم فيلير بس. لايه؟ ليه تيبيولز؟ لان حصل فيها ديستراكشن بس كده. طب الاسكيميا اول تايبس بقى، اول تايب الاسكيميك ده حصل شوك، واحد عمل حادثه، الدم قل، الاكسجين قل، الحتت اللي كانت شغاله كتير قوي ماتت، عملت لك سكاب ليجنز، سكاب ارياز كده. مين اكتر حتت؟ البروكسيمال كونفوليوشن تيبيول اكتر حاجه، والاسندنج لوب اوف هنلي. دي شايفين اللي بالاصفر ده كله ام سي كيو، تمام. التيبل ده كله ريتن، تمام. الانديوز ده معناه اي مانوفر يعمل لك اكيوت تيبل نيكروز، فكك احفظها اسم. نيجي للبيجمنتد، ايه النورمال بيجمنتس اللي عندك في جسمك؟ الهيموجلوبين والمايوجلوبين. الهيموجلوبين لما الار بي سيز بتتكسر بيطلع. واحد بقى نقل دم غلط، عنده هيموليتيك انيميا مالناش دعوه، والرابدوميالوسيس واحد عضلاته بتتكسر. النفروتوكسين اي بقى صبغات، اي صبغات، اي دراجز، اي بويزن ممكن يعمل لك نفروتوكسيك ايه ليجن. والحاجات دي بتعمل لك ديفيوز، والحاجات دي بتعمل لك ديفيوز ليجن، ديفيوز ليجن، لان التوكسين ماشي في الدم كله، تمام، ملهاش علاقه بحتت اكتف وحتت لا. يعني بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول دي من اكتر الحتت الاكتف، فيها اي سي بي بامب كده، بنعمل ري ابزوربشن للالكترولايتس اللي محتاجينها. هنا بقى دي عشان ام سي كيو، مين اشهر دواء بيعمل لك الاكيوت تيبيول نيكروزز؟ الجينياس بتاعنا الجنتامايسين او الجنتامايسين، بس هنا هنخليها جنتامايسين عشان نفتكره، كلاوي الجينياس بتاعنا اللي بيعمل لك نيفروتوكسيسيتي، تمام. طب ايه الباثولوجي اللي حصل؟ يقول لك بص، انت دلوقتي عندك نقص في الاكسجين او التوكسين ايا كان، النت ريزلت ان شويه ابيثيليوم اتكسروا، وقعوا في الشارع، وقعوا في قلب اللومن هنا، عملوا لك ايه، سدوا لك الحته دي. الدم المفروض بينزل من الجلوميرولاي لتحت كده، ما نزلش عشان ايه البريشر العالي اللي هنا. الميه بدات تتجمع تتجمع تتجمع، راحت رشحت هنا في الانترستيشيوم، ما دي تيوبيول ومن بره هنا انترستيشيوم، بدات ترشح رشحت، فعملت لك مورفولوجي من بره في انترستيشيال اديما. المهم الموضوع فضل ياكيميليت ياكيميليت لحد ما حصل ايه في الاخر، تيبيولر ريجينريشن. يقول لك الابيثيليوم ده لما بيقع بيقع فين؟ بيقول لك بيقع في الكونفوليوتد تيبيولز لانها ضيقه قوي، فبيقع في البي سي تي والدي سي تي، الديستال كونفوليوتد والبروكسيمال كونفوليوتد. محدش يحاول يسرعني عشان انا اوريدي بتكلم بسرعه عشان انجزكم، تمام. ده شكلها تحت مايكروسكوب، فكك منها مش هتيجي سؤال ام سي كيو يعني. التيبل ده ام سي كيو وريتن، الدكتور معلش ممكن ان هو يجي ريتن، بس انا كاسراء لو انا بحط امتحان اجيبه طبعا. فرق لي كده ما بين انيشيتنج ومينتننس وريكفري فيز. الشخص لو عنده اكيوت تيبلر نيكروزس ده ايه اللي بيحصله في الاول؟ يقول لك في اول 24 ساعه ليه بيبتدي بس يجيب بول قليل، وشويه ايه توكسينز اكيوميليتد كده، اليوريا بتبتدي نسبتها تزيد. طب نيجي لاخطر مرحله، ودي ام سي كيو، هيقول لك ايه اخطر مرحله؟ هتقول له المينتننس فيز، تمام. سادن دروب، ما بيجيب العيان ما بيجيبش بول 40 مللي ولا اي حاجه، وممكن يوصل مع الاكيوت رينال فيلير وفالير مايك.
قعدوا على غسيل كلوي، بيفضل يأكيموليت بوتاسيوم بطريقة رهيبة، بوتاسيوم بيبقى في السماء بسبب انه ما بينزلش بول. تمام، البوتاسيوم لما بيعلى بيعملك حاجة اسمها ميتابوليك اسيدوسيس. تمام، نيجي للريكفري فيز، بيبتدي بقى يهيل شوية، فبيبتدي يجيب شوية يورين، بس اليورين كله اي مية بتنزل على طول زي ما هي، لان الكيدني التوبولر سيلز مش قادرة تري ابزورب النورمال اماونت اللي هي كانت المفروض بتري ابزورب، فعمالة تنزل لك مية واملاح مية واملاح، فالجسم بيوصل لحاجة اسمها هايبوكاليميا. اوكي تمام، نيجي للانفلاميشن. الانفلاميشن عندنا حاجة اسمها بايلينفرايتس. البوزيتيف اورجانيزم عندك الايكولاي، بتعمل لك باس في الكيدني. هي اصلا الايكولاي دي فلورا، تعمل باس ازاي دي ولا حاجه؟ قال لك لا، هي النورمال ايه في جي اي تي، لما توصل الكيدني بتعمل لك باس. تمام، النورمال ميثود ليها اسندنج انفكشن، ودي ممكن تيجي لك ام سي كيو. ايه النورمال اورجانيزم، ايه نورمال ميثود روت اوف انفكشن؟ ممكن تتنقل عن طريق الدم، ممكن. تمام، البري ديسبوزنج فاكتورز كلها ممكن تيجي ام سي كيو او منشن. الكيدني يا اما عندك معيوبه، يا اما كيدني معيوبه، يا اما كيدني حساسه. تمام، معيوبه ازاي؟ فيها عيب خلق، فيها في حاجه اسمها فيزايكو يوريتري ريفلكس، ان اليورين بيطلع من الايه، من اليورينري بلادر لليوريترز، ومن اليوريترز للكيدني. طبعا بعد ما كان اخد وساخ اليورينري بلادر بالبكتيريا اللي فيه ويطلع الكيدني اللي هي سترايل، بيعمل لها انفكشن. طبعا في بقى الكيدني معيوبه فيها ستون بقى لها عشرات السنين، فدي حاجات كرونيك. تمام، طب كيدني حساسة يعني ايه حساسة؟ كيدني لسه معمول فيها قسطرة، كيدني اصلا اوريدي عندها ليجن، كيدني بتاعت حد عنده دايابيتس ميليتس او ايدز، فهو اوريدي حساس وسنسيتيف قوي لاي انفكشن. تمام، ده بقى برضو سؤال الدكتور قالت عليه، انه هيجي لك ديفينيشن ايه هو الاكيوت بايلونيفرايتس والكرونيك. ده اكيوت سابيوريتيف وده كرونيك انفلاميشن بيحصل في الايه، رينال بلفيس. التايبس هنا، اي اكيوت بيبقى اكيوت بكتيريال، لكن الكرونيك ده معناه كيني معيوبه فيها ريفلكس او اوبستراكشن بستون، راح يتعمل لك ايه، كرونيك انفكشن. المورفولوجي باختصار، ده هنشرحه اكتر في الجرات. المورفولوجي باختصار ان الاكيوت بيبقى سموث، الكرونيك ايريجولر، دي الكي ووردز كده. لو جالك في الام سي كيو ما جالكش في الجرات، ما جالكش في العمل، هيجي يقول لك ايه، هيبقى عايز يعرف منك ايه، هيبقى عايز يعرف انت عارف ان الاكيوت ده هتعرف تقشر كيني زي حبايه السوداني كده، وان الكورتكس ومودلا كان بي ديفرنشيتد فروم ايتش اذر. العكس صحيح في الكرونيك، هنقوم عكسين، مش هنحفظ بقى الاثنين، هنعكس بقى في الكرونيك. تمام، طيب اللي انا عايز اقوله لكم بقى، ان في بس معلومه عايز اقولها لكم في الكرونيك، في حاجه اسمها ثايرودايزيشن. يعني ايه؟ هوريكم السلايد بتاعت الاكيوت، ده الفرق بين الاكيوت والكرونيك. ده الاكيوت بايلونيفرايتس الكرونيك، شايفين الشكل ده؟ ده شكل الثايرويد جلاند مش شكل الكيدني. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في حاجه اسمها كولويد ماتيريال اتاكيوميليتد كده في التيبيول، دي عباره عن النكروتيك ابيثيليوم اكيوميليتد في قلب التيبيول، من كتر ما هو كتير كتير قعدوا وعلى مر السنين قعدوا ياكيوميليتوا في هيئه شعر متكون كده يلف حوالين بعض. شكل الشعر ده بيطلع امتى؟ في الثايرويد. الثايرويد جلاند بتطلع شعر كده اللي هو الثايروكسين، بيتخزن في هيئه ايه، شعر كده كتير بيسموه كولويد. فالايه ده، هي الكيدني اتحولت لثايرويد جلاند على مر السنين، على مر الكرونيك انفكشن ده، فسموها ثايرودايزيشن. تمام، اخر سلايد معانا ام سي كيو، هيقول لك ايه الكومبليكيشنز بتاعه البايلونيفرايتس. ذا موست كومن ان يحصل سبريد، يبتدي يعمل لك بيرينيفريك ابسس حوالين الكيني، الكيني كلها يبقى حواليها ابسس كده، او الكيني كلها يبقى مليانه ابسس بايونيفروزس. تمام، امال ايه ذا موست سيريس كومبليكيشن؟ ان يحصل اكيوت رينال فيلير، الكيني تفلير منك. طبعا فيري كومن ان برضو يحصل نيكروزس، بالذات للتيب اوف ذا بيراميد، ان عارفين ان الكيني عباره عندنا عن بيراميدز كده، بيراميدز، فبيحصل نيكروزس في التيب، لان ده اخر محطه القطر، اخر مكان بيوصل ليه دم. تمام، وطبعا very common ان يحصل ايه، chronic pyelonephritis. بس ما ننساش ايه، ده most serious و most common عشان دول MCQ. طيب من الاخر، اي حد بيجيله pyelonephritis ده بياخد شوية antibiotic وفي خلال يومين بيبقى كويس. اللي ما بياخدوش antibiotics وبيسيبوا نفسهم بيوصلوا لحاجة اسمها end stage renal failure او end stage renal disease.
تمام كده احنا وصلنا لآخر المحاضرة. ده 10 دقايق كده شرح بسرعة للدنيا بيحصل فيها.